تعالجوا داخل الملعب، لازم معالجة ما يصدر الآن من شبابنا هو قبل المباراة، ولكن إذا كان القائمين على المباراة أنا نعلم وش كاين بين مولودية قسنطينة من تراشق كلام والمولودية الجزائر تاع الجزائر، كيفاه انا نروح ندير المبادرات ندير المباراة بين مولودية الجزائر وجيسكا وين نديرها في قسنطينة؟ وهذه نظن ما تغيبش على المسؤولين، ويعرفوا واش راح يوقع وعلى بالهم واش راح يصرى. ثم دخول الناس اللي دخلوا الحجار ودخلوا الالعاب الناريه، وشفنا الطفل الصغير شاد موس ابيض يلعب به، هذا اين هم الحراس؟ كيفاش دخلت الحجار؟ كيفاش دخلت؟ هذا هو العلاج، مش قضيه يدخل الامام ويجي في الملعب ويقول لهم اتقوا الله، وش اتقي الله وما راهم عياطات وسهري تصفاق وغناء، تقول اتقوا الله على شيء اتقوا الله. إذن يبدأ العمل قبل ما نبرمج.